ده تخريب. الرب يسوع قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب. عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. إشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر. نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأردوسية حافظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حافظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه. بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. اريد ان اتابع مع حضراتكم في سلسلة المحاماة عن الإنجيل، موضوع القيامة باعتبارنا نعيش في هذه الأيام في أفراح القيامة. وأريد أن أتحدث أولا عن أهمية القيامة، ثم سأتناول بعض الاعتراضات القديمة والحديثة التي حاول الشيطان أن يهاجم بها ويشكك الناس في حقيقة القيامة وعقيدة القيامة الهامة. القيامة عقيدة مسيحية أساسية، ووصلت إلى كمال النور في ضوء العهد الجديد. فالقيامة يؤمن بها البشر ويترجونها كمجرد أمل كانت موجودة عند الفراعنة، عند الإغريق، في أديان أخرى، لكن ما وصلتش إلى كمال فهمها ومعانيها كما في ضوء العهد الجديد في المسيحي بقيامة رب المجد يسوع المسيح من الموت. فالقيامة هي حجر الأساس الذي تبنى عليه عقائد مسيحية أخرى كثير، منها أولا عقيدة ألوهية المسيح، لاهوت المسيح. فالمسيح قام من الموت بإرادته وسلطانه الذاتي الخاص باعتباره إله، وهو إله لأنه قام بإرادته وسلطان، لأنه لا يستطيع بشر أو مخلوق، أي إنسان كائن من كان، رئيس، ملك، نبي، لا يستطيع بعد أن يموت أن يقوم من الأموات. لكن المسيح قال لنا مقدما انه جه علشان يسدد أجرة خطايانا، فيموت بإرادته ويقوم من الموت بإرادته بعد 3 أيام حددها بالتحديد. فهو إله لأنه قام من الأموات بإرادته وسلطانه. قال لليهود مرة انقضوا هذا الهيكل، وأشار إلى هيكل جسده، وفي 3 أيام أقيمه، أنا أقيمه. وقال لهم لما بيقولوا له أي آية تعطينا، قال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام وفي اليوم الثالث خرج حيا، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام وفي اليوم الثالث يقوم. وقال لهم أكثر من مرة إن ابن الإنسان صعد إلى أورشليم، وإنه سيتعرض لاضطهادات وإساءات رؤساء كهنة اليهود والشيوخ، فيقتلونه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم. فكان دايما في كل مرة غالبا هو بيتكلم عن موته وصلبه كان يقرن هذا بقيامته، وفي اليوم الثالث يقوم وفي اليوم الثالث يقوم. ف قام لأنه قدوس بلا خطية. هو احنا بنموت ليه؟ لأننا خطاة، وأجرة الخطية موت. رومية 6:23 أجرة الخطية موت. ويقول كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالخطية هي سبب إدخال الموت إلى العالم لجميع البشر لأن الجميع خطاة. لكن المسيح لأنه كامل وبلا خطية استطاع أن يقوم. الموت ملوش حاجة عنده. ولذلك يقول الرسول بولس في رسالة رومية الأصحاح الأول وتعين وتبرهن ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.
يعني تبين وتبرهن انه ابن الله ألوهيته بقيامته من جهة الروح القدس، انه قدوس وبلا خطيه وبلا شر، بقيامته من الاموات اثبتت هذا. فالتهمه اللي وجهها اليهود للمسيح بانه جدف لانه ادعى انه ابن الله، واعتبروا ان هذا تجديف وحكموا عليه بالموت. لكن محكمه النقض السماويه سوبريم كورت الالهيه قالت انه ما جدفش ولا حاجه، هو بالحقيقه ابن الله، فاقامته من الاموات في اليوم الثالث، لانه انما نطق بالحق وبالصدق ولم يجدف. فالقيامه اولا تثبت لاهوت المسيح والوهيه المسيح، لانه لا يستطيع بشر ان يموت ثم يقوم بارادته او بسلطانه. ثانيا القيامة تثبت موت المسيح وصلبه، تثبت موت المسيح وصلبه. فاللي مات هو اللي قام، وقام وفي يده آثار مسامير الصليب ومكان طعنة الحربة في جنبه. ولذلك لما ظهر لتلاميذه بعد القيامة أصيبوا بالرعب والخوف والفزع، فقال لهم خايفين ليه؟ أنا هو، سلام لكم لا تخافوا، أنا هو. وأراهم يديه وقدميه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، عرفوا إنه هو ده اللي شايفينه قدامهم حي، هو نفسه اللي اتصلب قدام عينيهم، وأثار المسامير لا تزال موجودة في يديه وقدميه وفي أثار الحرب في جنبه. وسوف يظل محتفظ بهذه الأثار حتى في السماء، حسب ما جاء في نبوة زكريا النبي لما بيقولوا له ما هذه الجروح في يديك، فقال هي التي جرحت بها في بيت أحبائي، في بيت أحبائي. يا سلام يا رب على لطفك وعلى ظرف كلامك وحبك وعطفك وحنانك وحكمتك وقدرتك ومحبتك العجيبة الجبارة اللي ما شفناش لها نظير بين البشر أبدا. الجروح التي جرحت بها مش في بيت أعدائي اللي قالوا اصلبوا وهتفوا زي الأسود أو زي الكلاب السعرانة اصلبوا دمه علينا وعلى أولادنا، لا، قال اللي جرحت بها في بيت أحبائي، لغة الحب واللطف اللي نحتاج إننا نتعلمها منه دايما. فالقيامة تثبت الصليب وتثبت أنه هو الذي صلب هو الذي قام. ولما ظهر لتلميذي عمواس بدأ يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، مبتدئا من ناموس موسى والمزامير والأنبياء، وإن المسيح كان لابد أن يتألم ويصلب ليفدي البشر كلهم، كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية هدية مجانية، هبة الله حياة أبدية، وأنه لابد أن يقوم من الأموات في اليوم الثالث كما أعلنت الكتب والنبوات. ثالثا تظهر أهمية القيامة في أنها تثبت صحة وصدق كل كلمة قالها المسيح عن نفسه، تثبت صحة كلامه وصدق كلامه عن نفسه. أي إنسان أيا كان يقدر يدعي ما يشاء لنفسه، لكن متى مات وثبت كذبه خلاص هيتنسي. لكن المسيح اللي ادعى لنفسه ادعاءات ما حصلتش في التاريخ كله، قال أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، أنا هو نور العالم، من رآني لا يمكث في الظلمة، أنا هو خبز الحياة، من يؤمن بي لا يجوع ومن يقبل إلي لا يعطش أبدا، من يؤمن بي أنا أعطيه حياة أبدية، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، أنا هو القيامة والحياة. دعا لنفسه ادعاءات عجيبة. سمعتم إنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول.
مين يقدر يقول الكلام ده؟ مين يقدر يدعي الادعاءات دي لنفسه؟ مستحيل. لكن اللي يقول الكلام ده كله ويقول ان انا جاي علشان افديكم واموت وفي ثالث يوم اقوم ويقوم فعلا، ده الدليل على انه صادق في كل ما يقوله، وان القيامة هي الختم على صحة وصدق كل ما قاله المسيح من تعاليم ومن مما ادعاه لنفسه ونسبه لنفسه. فالقيامة تثبت صحة وصدق كل كلمة قالها المسيح عن نفسه، أنه مخلص العالم، مخلص البشر، المخلص الوحيد الذي يستطيع أن يخلص كل من يؤمن به ويعطيه حياة أبدية وضامن دخوله للسماء. رابعاً، بثبوت القيامة يثبت إتمام خلاص الإنسان. يعني قلنا الأول القيامة تثبت ألوهية المسيح، لأنه لا يستطيع إنسان بعد ما يموت أنه يقوم تاني. وثانيا قلنا أنها تثبت صلب المسيح وموته وقيامته وهو محتفظ بأثار مسامير الصليب وطعنة الحربة في جنبه. وقلنا ثالثا أنها تثبت صحة وصدق كل ما قاله وادعاه لنفسه، مؤيدة بقوة قيامته الفريدة المجيدة الاستثنائية التي لا نظير لها في التاريخ كله، لا قبل ولا بعده. قيامة المسيح تثبت قيامتنا نحن أيضا، تثبت قيامتنا نحن أيضا. زي ما قام المسيح هنقوم إحنا، وهو اللي وعدنا بكده، وهو اللي ادانا عربون القيامة في الإيمان به، في المعمودية، في سر التناول والعشاء الرباني. قال لنا ووعدنا في هذا كله أننا إذا اتحدنا به بالإيمان سوف نتحد بقيامته ونقوم في اليوم الأخير لقيامة الحياة. يقول تأتي ساعة حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، دول اللي بيأمنوا به. وقال تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة والذين فعلوا السيئات لقيامة الدينونة. فالمسيح بقيامته يثبت قيامتنا، وبحصولي على هذا الجسد الممجد نحن أيضا سنحصل على هذا الجسد الممجد اللي غير قابل لا للخطية ولا الشر ولا للفساد ولا للمرض ولا للموت ولا للحر ولا للبرد ولا للجوع ولا العطش. ويقول لنا كتاب سيغير شكل جسد تواضعنا، هذا الجسد الترابي الضعيف، ليصير على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. فقيامة المسيح تثبت قيامة. أيضا أريد أن أشير إلى استخلاصات الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى لحقيقة عكسية بقى، يعني زي ما يقولوا بضدها تتميز الأشياء، الكونتراست. طب ماذا لو لم يقم المسيح؟ لو ما قامش المسيح من الأموات لكانت لحقت بالبشرية أعظم كارثة، أعظم كارثة. ذكر منها الرسول بولس 9، وقال يبقى لو ما كانش المسيح قام الأموات ما كانش يبقى لينا قيامة أموات، وكان يبقى الإنسان يتساوى مع الحيوان في الفناء. ده مات وانتهى ورجع شوية تراب وتحلل، والكلب أو الحمار أو البقرة نفس الحكاية. فلو ما كانش المسيح قام ما كانش يبقى في قيامة أموات لينا. لكن بيسمي المسيح باكورة الراقدين، يعني هو بقيامته فتح لنا باب القيامة لكل من يؤمن به. ثانيا، لو لم يكن المسيح قد قام لكان إيماننا باطلا، يبقى الإيمان بتاعنا كله زي قلته، مفيش قيامة، مفيش خلود، مفيش سماء، مفيش حياة أبدية. وكان يبقى الإنسان يقول إلى الفناء. ثالثا، قال لو ما كانش المسيح قام كانت تبقى كرازتنا باطلة، يبقى الكلام اللي احنا مليين الدنيا بيه وعمالين نبشر بيه
وبنتعرض في سبيله لاضطهادات وتعذيبات وسجون واستشهاد وموت، كان يبقى ده كله رايح على الارض زي قلته ما فيهوش فايده، كانت تبقى كرازتنا باطله. رابعا قال ويكون الرسل شهود زور، يبقى كانهم شهود زور ادعوا ان المسيح قام وهو ما قامش. خامسا الا يكون هناك خلاص ولا تبرير ويبقى الجميع في خطاياهم. لو ما كانش المسيح قام ما كانش يبقى في خلاص ولا تبرير ولا غفران للخطايا، والكل لسه تحت سلطان وحكم الخطيه. سادسا يكون الذين رقدوا في المسيح قد هلكوا، ويبقى اللي ماتوا قبل كده على الرجاء القيامه ضاعوا وهلكوا. بيرتب نتائج في منتهى الخطوره، وقال دي كانت تبقى اعظم كارثه تحل بالبشريه لو ما كانش المسيح قام. ويقول سابعا كنا نصير نحن اشقى جميع الناس بقطع الرجاء في الحياه الابديه، يبقى لحصلنا الارض ولا السماء، كنا نبقى اشقى جميع الناس. ثمانية يكون جهادنا بلا جدوى وفضائلنا بلا مكافاه، ويحق لنا عندئذ ان ناكل ونشرب لاننا غدا نموت زي الوثنيين او زي الحيوانات والبهائم، مع ان الكتاب بيعلمنا ويقول انسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. تاسعا نكون جهلاء وليست لنا اي معرفه حقيقيه بالله. فرتب التسع نتائج دول على انه لو ما كانش المسيح قام كان تحصل المصايب دي كلها، وكانت تضيع البشريه كلها ويفنى رجائها وايمانها بالخلود وبالحياه الابديه. فهذه فكرة ملخصة عن أهمية عقيدة القيامة ولماذا نؤمن بالقيامة، ثم سنأتي بعد ذلك للحديث في كلمة أخرى عن الدفاع عن ادعاءات الناس اللي بيشكوا في القيامة وحاولوا يشككوا فيها وادعوا ادعاءات سواء من أيام المسيح نفسه لما قام من أيام اليهود أو الناس العصريين والملحدين الحاليين. وأؤجل هذا لحلقة أخرى، وشكرا لحسن استماعكم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. التحريف ده تخريب تخريب تخريب. الرب يسوع قال ارسلكم كحملان وسط ذئاب، عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الاسد الخارج من سبط يهوذا. اشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، نبوه لازم يحفظها كل قبط. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه حافظت على وحده التعليم، ووحده التعليم حافظت على الكنيسه. اقروا الكتاب المقدس كل يوم وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه.